السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. حضرت المطربة الأمريكية جانيل حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والذي انطلق منذ ساعات قليلة من على مسرح دولي بحي هوليود بمدينة لوس أنجلوس. وظهرت جانيل بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان محتشم باللون الفضي مرفق بغطاء للرأس شبيه بالحجاب. ومن المقرر أن تغني جانيل وستقدم عرضاً خاصاً في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والذي يحتوي على أغاني من ألبومها الذي أطلقته عام 2018، حيث يحتوي الألبوم على أشهر الأغاني مثل أنا أحب ذلك وبيانكي. وتشتهر جانيل أيضاً بتمثيلها رغم أنها لم ترشح لجائزة الأوسكار الخاصة بها، إلى أنها شاركت في العديد من الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وراء تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.